اهلا بيكم في جوشو. بفكركم في بداية الحلقة بسبب التضييع على المحتوى الفلسطيني، ما تنسوش تشتركوا في قناة جوشو على اليوتيوب وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكوا جديدنا اول باول واي حاجة نحطها على القناة. كمان ما تنسوش في اول لينك تحت هتلاقوا البث المباشر للتلفزيون العربي في تغطيته المميزة على العدوان على غزة. اعملوا لايك وكومنت للحلقة دي. اهلا بيكم في جوشو. كل مرة بنتابع فيها اخبار البلد من الاعلام المصري دايما بحس بتفاؤل واطمئنان. يعني تخيلوا كده، لقيت خبر ان في ازمه هتحصل سنه 2060، بدات قلق على اهلنا في 2060. يا ترى ايه الازمه اللي اكتشفوها؟ ان القيامه قامت قبل ما المونوريل ما يكمل؟ لا، فضلت متوتر وعلى اعصابي لغايه ما لقيت الحكومه بتعمل صندوق لحل الازمه دي، فاطمئن قلبي. بعدين قلت ايه ده، ايه العبط ده؟ طب انا اطمنت على نفسي بعد 36 سنه من دلوقتي، بس ازمات الحاضر زي ما هي. ليه الحكومه عندها رؤيه ل 2060 ومش شايفه 2024؟ طب ما ناخدها تكشف، يمكن عندها طول نظر. بس الحقيقه ازمه الدولار الاخيره خلت فيه اسئله كتيره محتاجه حد يجاوب لنا عليها. اولهم، هل الاسعار هتفضل تزيد بزياده الدولار؟ والاهم من كده، مين المسؤول عن ازمه الدولار الاخيره؟ طب لو عرفنا مين المسؤول، هل المفروض نمشيه ولا نسيبه؟ طب على الاقل نحاسبه يا جدعان. للرد على كل الاسئله ديت ما كانش قدامي غير ان اجيب نموذج من بره مصر عشان اشوف بيتصرفوا ازاي في المواقف اللي زي كده ونتصرف زيهم. امبارح كنت اثناء الحلقه قلت لحضراتكم انه الليره التركيه الدولار وصل 8 ليره و16 قرش. امبارح نمت صحيت من النوم لقيتها 8 و19 قرش، زادت 3 قروش بالليل، صعود غير طبيعي. كتبت مقال مده نص ساعه، تفاجات انه ابراهيم بيقول لي الحق ده 8 28 قرش، ده خراب مستعجل على دماغ أردوغان. أردوغان خرب تركيا وقعد على تلها. بجد؟ خربها وقعد على تلها؟ مش عارف أجيبها لك إزاي يا نشأة. انت متاكد اردوغان باللي عمله في الليره خرب البلد؟ يا اردوغان ما مشيتش ليه من زمان؟ بنيت السور، قطعت النور، وعملت كمان تعديل دستور، وقعت الليره وديوننا كتيره، حطيت الشعب في ورطه كبيره. اردوغان خرب تركيا. يا نشأت بتقطعني ليه؟ ده انا كنت لسه هنزل بيه. والشعب جعان يا اردوغان وقعد على تلها. ما انت شكلك مش متابع احدث اغاني باند انقرة يوكي. انا غلطان لك يا عم، بس انت متحمل قوي على اردوغان يا نشأت. هو صحيح تركيا خربت وقعد هو على تلها، بس على الاقل عنده اكبر تله خراب في العالم. يا عم لو شايف الاسعار يعني بترتفع، الحاجه اللي تغلى تشتريها يوك. يا نشأت اغلو، لو شو خد بالك ان في بلد تانية العملة بتاعتها انهارت اكتر من 50% من قيمتها؟ انت ما رحتش لبنان ولا ايه؟ لا بقول لك كده، انا هلففك العالم دلوقتي. ده انتوا يا ويلكم يا حكومة، يا ويلكم يا حكومة على اللي هيحصل فيكم من نشأة الديهي. ده عشان ارتفاع 3 قروش بس في تركيا، شايف ان البلد خربت وهلكت. امال في ارتفاع 20 جنيه في اسبوع هيقول ايه؟ اخيرا اخيرا لقينا اللي هيفوق الحكومة ويحسسها بازمتنا الاقتصادية ويحاسب المسؤول. كل يوم بنلاقي دولار نط الجنيه واثنين وتلاتة. الدولار النهارده بقى بكام؟ 29 جنيه. النهارده بقى بكام؟ ونص. أزمة عابرة وهتعدي إن شاء الله. 31 بالظبط ونص. لكن في النهاية كتب علينا أن نتفائل، لأنه التفاؤل ليس له قيمة إلا في الأجواء السوداوية. إحنا في أزمة تكسر العظم. إحنا في قلب الأزمة اقتصادية صحيح. إحنا في الزو. لكن هنطلع منها قولا واحدا. بكام الدولار النهاردة؟ الدولار ب50. قفز إمبارح لما بين 61 جنيه و64. 64 جنيه الدولار. ونص. شم ريحة خير يا جماعة. نتكلم على 67. استبشروا بالخير. وصلنا للـ70. تفائلوا. بالزو. تجدوه. بقى بـ74. ربك كبير. الناس بتتكلم عن المية عادي. الدولار بدأ يترنح. هو يترنح والأسعار تتبجح. ربك كبير. لترين ونص زيت 600 جنيه. الحلو محدش بيسمعه، عايزين الصورة تبقى سودة. علبة سمنة بـ1000 جنيه. أهو. الحاجات بتجرى في الزو. أوعى تغفل إن ربك كبير. وربنا مع الناس اللي هنا في نظافة. هو هنا بيبرق فعلاً. انت تقصد جيبه صح؟ وكان هنا بقى على الميح حضرتك.
لا مستحيل تكون تقصد قلبك، ده مليان نطفة محرمة. نشأت في تركيا خايف على ارتفاع القرش، لكن في مصر خايف على القرش. آه الدولار في تركيا ارتفع 3 قروش يبقى البلد خربت، إنما لو نط بال 20 جنيه أسمع عابرة وأتعدى فقاله. شم ريحة خير يا جماعة. أنا في الاقتصاد بحب أرمي التقارير الاقتصادية على جنب وأمشي ورا مناخير نشأة الدين. الناس مفكرة إن البلد ماشية من غير دراسة جدوى. ما يعرفوش إن أي مشروع قبل ما يتعمل بيستعينوا بنشأة شمه الأول. ما هو نشأة كده دايما يجف يا يوسف عيب ويشمها. أنا آسف يا نشأة. آه في مصر مناخير بتشم الخير، في تركيا بيشم الخير. أنا مش عارف أنت إزاي شم ريحة خير وخير نفسه ما بقاش بيعبي يابا زي الأول، عارف بقى إيه؟ اسند دلوقتي. ما عادش عبى خلاص، فقد الأمل يا حبيب قلبي. خد دولار ب50. إيه يعني ب50؟ ليه لا لو ب50 قرش؟ هيبقى فعلاً خربها وقعد على تلها. بس أنا عمال أسمع كلمة غريبة كده كل شوية. إحنا في الزو. معرفش ده صوت من عمرو أديب ولا صوت عملتنا وهي بتتزحلق ونازلة 20 جنيه. إحنا في الزو. إيه ده أنا كده رجعت قلق تاني يا جدعان. ده أنا كنت فاكر إن نشأة والإعلام المصري هينتفض ويحذر من الخراب. طلعوا بيخبي علينا الزو اللي داخلين عليه وبيصدروا لنا تفاؤل كذاب. لا بس اكيد في حاجه خلت نشأة تتفائل، اكيد في كلام من ناس كده عندها رؤيه اقتصاديه قالت مؤشرات علميه عن الاقتصاد تخلي الواحد يتفائل زي نشأة ويشم الخير. الاستاذ الدكتور اسامه سليمان استاذ جراحه الاورام، يعني حد من الحكماء مصر القليلين جدا. انا مش شايف ان في ازمه اقتصاديه خالص، اللي بالناس بتشتكي وبتشتكي من زياده الاسعار. انا بمشي في الشارع بلاقي الستات تخان قد كده والرجاله كل واحد كرشه قد كده. تخين يا فشلة بطل كراميلا. ازمه اقتصاديه ايه؟ امال بتوع الصومال دول ايه اللي تعدوا الضلوع بتاعتهم على الجلد؟ طب اعرض لنا صورهم طيب عشان الضحكه تبقى من القلب. لسه الناس اللي جنبنا مش عارفين ندخل لهم مساعدات بيموتوني ضحك. لا سيد علي لما موته بيقلب بيقعد يعد في ضلوع واحد صومالي بتبقى حاجه. ده كان داخل على دور اكتئاب بس مجاعه غزه لحقته. يلا سيبكم انتوا، اهم حاجه ان احنا اطمنا على مصر. اه انا كنت فاكر الحاله الاقتصاديه في مصر بتتقاس من اخر نشاه الديه، طلعت بتتقاس بنسبه الدهون. ايوه دلوقتي انا عرفت ليه نشاه كان شامم ريحه خير. فعلا دي ريحه مواطن بكرش لسه واكل كرنب. اه مش مهم المواطن يعدي خط الفقر، المهم ان كرشه ما يعديش حزام البنطلون. خلي بالكم من الخطوط. اه البنك المركزي عندنا ماشي بالنظريه الاقتصاديه اللي بتقول كلما زادت الارداف زاد الرخاء. ايوه المفروض الدوله بسرعه تاخد رد سريع وتهاجم اوكار دكاتره التخسيس وتصدر اي محاوله دايت. يا جماعه طالما مطمنين كده يبقى اكيد اللي في كرش المواطن المصري ده دولارات، صح؟ اول ما نحتاج نسد الديون هنسيح الدهون. انا فهمت دلوقتي ليه نشأة دي كفشة تركية، طلع عشان في 3 قروش خسوا. ايوه بس اردوغان ما سكتش وطلع الاحتياطي النقدي بتاعه. اي فاكرين ان احنا سكتنا؟ مصر ما سكتتش وردت بالاحتياطي الدهني بتاعها. تخيل حد يشوفك من كرشك يقول عليك مليونير وانت اللي في كرشك كله رجال فرخ. رجال فرخ. ايه يا عم الحاج؟ كل واحد كرشه قد كده. ابهرك حجم كرش الراجل اللي قد كده؟ ما انا شفت حجم الديون بقى. انا مش شايف ان في ازمه اقتصاديه. ما انت دكتور جراحه اورام، يعني لازم لك سونار عشان تشوف الازمه. وانت يا سيد يا علي مش هتبطل بقى سبوبه ان انت تجيب صحابك اللي على القهوه ضيوف يا سيد؟ ايه يا سيد؟ ده انت لما حبيت تشوف ترنح الجنيه والهزه اللي حصلت في الاقتصاد المصري رحت استضفت رقاصه. لا بس اتطورت، دلوقتي جايب دكتور اورام يتكلم في الجنيه. انت فاكر التضخم اللي عندنا في الاقتصاد ولا في البروستاتا؟ يا نهار ابيض الاعلام قلبه مات يا جماعه، بقى بيجيب ازمات الناس ويضحك عليها. ايوه كده عرفنا ان مؤشرات الاقتصاد في مصر بتتقاس بالكرش مش بالقرش. يا اعلام اسمعوا الشارع، انتوا مش حاسين بالشعب المصري؟ ارجوكم انزلوا وشوفوا وجع الناس وحسوا بيهم. الاسعار والرز ب 32 وعلبه السمنه الجنه ربعها ب 75 جنيه، اقسم لك بالله ما يجي غير ربع كيلو. وكيلو السكر بقى ب 60 جنيه. السكر طبعا ب 60 مش موجود. ده بقت الحاجات بقى فيها ندره. مش عارفين نعيش. كل حاجه زادت وكل حاجه بتزيد. اول امبارح نزلت اجيب عيش. اشتريت عيش.
أبقى أحكي لكم حكايته بعد شوية. وكلكم بقى طبعا واللحمة والفراخ بقى والسمك دول في حتة تانية خالص. الجزارين بيبيع ب 400 و 420 والفليتو ب 500. اه والله النهارده اللحمة المستوردة بكام؟ 300 جنيه. لحمة ايه بس اللي بتسأل عليها؟ السمك ب 80 جنيه كيلو، هنجيب ايه ده يعني؟ هنعمل ايه يا ابني؟ انا عن نفسي ما تقولش السمك ليه اكتر من 3 سنين بسبب غلوه. برضه الخضار غلي جدا. كيلو البسله ب 25 جنيه ليه؟ معقوله الكلام ده؟ العدس بقى ب 80. كيلو بانيه النهارده ب 200 جنيه. الفاصوليا البيضاء بقت ب 100. مصر ما تستاهلش كده، مصر فتعبتها لكل الناس، مش متعبتها لواحد بس، دي فتعه لكل العالم. والله احنا لا 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 لا. معلش يا جماعه، احمد موسى لما بيشوف واحد مش لاقي ياكل بيقول له يخرب بيت فقره. صحيح السلع فيها ندره بس الضحك برضه عمله نادره. اسعار السلع كل ما بتزيد ادميه احمد موسى بتقل. ما هو احمد لما بيكون زهقان وعايز كده يتفرج على حاجه تضحكه يفتح يشوف اسعار السلع الاساسيه. يعني خدتوا بالكم من الراجل اللي ما اكلش سمك من 3 سنين؟ احمد موسى طلع الضحكه من خياشيم المعاناه. فاصوليا البيضاء بقت ب 100. احمد انت مش ملاحظ ان حتى السلع الاساسيه بدات تغلى؟ انا اول مره اشوف قلقاسه بتضحك على لوبيا. كنا زمان بنضحك لما نلاقي واحد صاحبنا بيسال على سعر الايفون، نقول له يا عم انت لاقي تاكل؟ وصلنا ان احنا نضحك على بيسال اسعار اللوبيا. اصل احمد موسى شعاره في الحياه اللي يصعب عليك يزغزغك. لا 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 لا. احمد قفل الكومنتات اول ما لقى نفسه مش قادر يتنفس من كتر الضحك. اكتر حاجه ضايقته انه مش عارف يبعت للناس رياكت ضحك على معاناتهم. بس اللي انا مش فاهمه يا جماعه، ليه ما حدش بيحذر الحكومه من مخاطر الازمه الاقتصاديه على الشعب المصري؟ ليه الاعلام المصري واخد الموضوع يا بكوميديا يا بتفاؤل؟ طب الضحك والتفاؤل دول اتبنوا على اي مؤشرات اقتصاديه؟ مفيش حاجه تخوف على البلد دي، اسوأ الظروف وعدت. ظروفنا صعبه اه لكن عندنا دم وعندنا نخوه. احنا احسن من غيرنا، ربما نكون فقراء بس احنا عندنا حاجه اسمها الحياه. يعني مفيش اكتر من حمله فريزر والحمله الفرنسيه واقفين على حلم. تحت جلدك ده اهو في حضاره 7000 سنه، 8000 سنه. ما حدش بياكل من الزبال. عندنا عربيات مش عارفه اقول كل ما اشوف المنظر ده اقول يا لهوي، امال ايه ده؟ لو كنا اغنياء كنا بقينا ايه؟ الله اكبر، اكل السكه. في اكتر من مجاعه بتاعه المستنصر. الحمد لله. الفقر مش عيب. احنا فقراء. ايوه فقراء، وهنعتز دي. الارجنتين افلاست والنهارده بسم الله ما شاء الله، والبرازيل وغيره في تجارب كتير جدا للدول هنتكلم عنها. ايوه عايزين نتعلم من الدول اللي افلست، مش عايزين مصر تفلس غلط. الارجنتين افلاست. بس ايه ده يا نشأ؟ ايه الارجنتين افلست ودلوقتي ما شاء الله؟ انت بتحسب كاس العالم اللي خدوه ده على انه انجاز اقتصادي ولا ايه؟ نشأت انا هقول لك كلمه واحده بس. كاميرا بابا، كاميرا بابا. احنا الحمد لله ماشيين على خط الارجنتين، وبدانا نحط استراتيجيه نعالج بيها المشاكل الاقتصاديه، فجبنا حسام حسن. تحت جلدك ده اهو في حضاره 7000 سنه. انت مواطن، الحكومه بتسلخك بالاسعار عشان بتنقب على اثار مش اكتر. تلاشى يا مصري، تحت جلدك في حضاره 7000 سنه، تحت كرشك في 7000 دولار، يبقى كده تمام؟ يا ده احنا نسدد ديون مصر مستريح يا جدعان. طب ما تشوف لنا كده في حاجه على قفانا بالمره يا نشأت؟ ما حدش بياكل من الزباله. عشان الزباله ما عادش فيها اكل يا استاذ، بعد الغلاء كله بتاكل. ما شاء الله مؤشرات التفاؤل بالنسبه للاعلام ان احنا احسن من ايام حمله فريزر والحمله الفرنسيه ومن الدول اللي افلست ومن اهلنا في الصومال وغزه. معيار ادائنا الاقتصادي بقى صندوق الزباله. وما تنساش اهم حاجه ان احنا احسن من الشده المستنصره. طول ما في بلاد عندها مشاكل اكتر مننا فمصر الحمد لله في نهضه اقتصاديه. الحل الوحيد عشان نحل ازماتنا ان احنا ناخد مصر من الكره الارضيه ونرميها في الفضاء لوحدها. ساعتها يقولوا ايه؟ الحمد لله. احنا عندنا اكسجين مش زي القمر. انا مش عارف ازاي الحكومه بتقول ان هي تاخد خطوه للساحة الاقتصادي وهي اصلا شايفه ان مصر ما فيهاش ازمه اقتصاديه. استنونا. اهلا بكم مره ثانيه. لا جديد. أربع شهور من الانتهاكات والإبادة الجماعية لأهلنا في فلسطين، أكتر من 120 يوم من التهجير في الخلا بدون غطاء، بدون أهل، بدون هوية، بدون أكل أو دواء، بدون حتى مية. حوالي 2880 ساعة من القصف العشوائي ونسف المربعات السكنية بالطيارات والدبابات والمدافع والرشاشات، أكتر من 170 ألف دقيقة من الاستغاثات والأهات والصراخ والانتظار قدام بوابات معبر رفح. الفلسطينيين بيواجهوا أهوال يوم القيامة، أكتر من 10 مليون ثانية من التكرار وكل اللي فات، والناس ابتدت تعتاد المشي.
كله مستني حاجة واحدة بس، وهي وقف إطلاق النار. استحيلوا كده يا جماعة لو الضغط على الحكومات جاب نتيجة وحصل دلوقتي وقف إطلاق نار. في إطار حرب دبلوماسية شرسة تقترب حركة حماس وإسرائيل من هدنة لأيام، ما كلنا كنا بنطالب بكده، بس ما حد سأل نفسه إيه اللي هيحصل لو حصل فجأة وقف إطلاق نار. هل إحنا مجهزين سيناريو يحمي ويأمن مستقبل الفلسطينيين؟ هل إحنا سايبين السيناريو والإخراج للغرب واقفين بس زي الكمبرسات؟ طب هنفترض إن الجيش الإسرائيلي انسحب بالكامل بعد السفن الحديدية اللي صدت والدبابات المركفة اللي اتحرقت، وخلاص انحصر طوفان المقاومة بعد ما أثبتت صمودها ضد أقوى المعدات العسكرية، السماء مطرت وزاحت غبار القصف، وتبين قدامنا وقتها حجم الخسائر اللي تعرض لها سكان قطاع غزة. ها هنعمل إيه بقى بعد وقف إطلاق النار؟ البيت المتدمر من شهور، هل هندخل نزيح أنقاضه وندفن اللي مات تحته دفنة كريمة؟ خلي بالكوا ده مش بيت واحد، دول أكتر من 175 ألف مبنى. تعملوا إيه مع مستشفى كان بيلجأ لها الآلاف عشان تدويهم في الآخر ماتوا فيها متفحمين؟ هل هنبنيها ونزودها بنفس المعدات ونلاقي نفس الأطباء، ولا الأطباء كان مصيرهم زي المرضى؟ هل هنبني المستشفيات في نفس الأماكن والناس هتحس بأمان فيها تاني؟ بالمناسبة دول أكتر من 150 مؤسسة صحية. طب الطفل اللي فقد رجله هل هنعوضه برجل صناعي؟ دول مش طفل واحد، دول أكتر من 17 ألف طفل بقى عاجز عن الحركة قبل ما تكونوا انتوا كمان عاجزين عن مساعدته. تعرفوا تأمنوا دخول المصابين عن طريق المعبر من غير ما يتعرضوا للقصف الإسرائيلي عند المعبر، من غير ما يتعرضوا للابتزاز والسمسرة من المسؤولين هناك، من غير ما يتعرضوا للإهمال في مستشفيات الحكومة؟ طب بلاش المعبر، هتكفلوا للفلسطينيين حق العودة إزاي والغرب علق مساعدات وكالة الأونروا وإسرائيل بتقصف وتخلي ملاجئها دلوقتي؟ عارفين أصلا معنى الأونروا؟ دي منظمة رسمية بتقدم خدمات إنسانية للفلسطينيين لحد ما يتنفذ لهم حق العودة. خلي بالكم الأرقام دي كلها تقريبية وقابلة للزيادة، لأن مفيش مؤسسات صحفية أو مكاتب حقوق إنسان ترصد بدقة الأرقام هناك. في أكتر من 120 صحفي اتقتل في غزة، وسائل الإعلام بقت تهرب من بشاعة الحقيقة، والحقيقة إن الصحفيين في وطننا العربي أحسن لهم يغطوا فعاليات الفن والرياضة، لأن الدنيا هناك أمان ومحدش بيتعرض لهم. لو فاكرين إن وقف إطلاق النار هو نهاية الحدوتة يبقى أنتوا سطحيين ومش فاهمين معنى الحرب، عشان اللي محتاجينه يتعمل أكبر بكتير من قدرات الملوك والرؤساء اللي عندنا. بس أنا هفترض إن كل اللي فوق ده اتحقق يا صاحبي، وبكرة اتحركت أطول قافلة إغاثة بطول ساحل المتوسط من المغرب لمطروح ومن الخليج لرفح، قدرنا نعمر غزة في 10 سنين ونمولها ب 400 مليار بدون ما نتوصم بدعم الإرهاب، وخليناها بأبراج تجارة وميناء ومطار وحركة تجارة لحد ما بقت سنغافورة الشرق الأوسط، صلحنا كل حاجة، دفننا الشهداء وعملنا لهم نصب تذكاري العالم كله بيزوره، عالجنا المصابين ولمينا شمل المتهجرين، كفلنا اليتامى والاطفال. هنفترض ان احنا حسسنا سكان غزه بالامان، تجاوزنا كل القصف والدمار اللي حصل للمباني والبيوت، ونسينا كل الذكريات الحلوه والوحشه اللي فيها. هنعمل ايه بقى لو صحينا تاني يوم لقينا راجل عجوز عنده 75 سنه وشايفنا كلنا حيوانات بشريه وبمزاجه كده قرر يهد كل ده؟ هيبقى برضو دورنا ان احنا نقف نتفرج؟ ازاي متعودين تعمروا اللي اسرائيل بتدمره وكمان ما تعترضوش؟ اسرائيل عايزه تهدم كل تصورات العرب عنها، ومع ذلك هم مصرين يبنوها من الاول. ايه اللي يضمن ان هم ما يرجعوش يضربوا غزه تاني؟ وايه اللي يضمن ان انت وانت بتتفرج عليا دلوقتي اصلا امن في بيتك؟ انت كعراقي بتتقصف من امريكا، كسوري بتتقصف من 4-5 دول، كلبناني بتقصفك اسرائيل، كيمني بتقصفك بريطانيا وامريكا، كسوداني في دول بتمول الاطراف عندك عشان يفضلوا يضربوا في بعض، كمصري بيقصفك صندوق النقد. حتى لو انت في اي دوله عربيه وفاكر ان انت بعيد وفي امان، ما انت مش واخد بالك ان انت بتتقصف من اسرائيل بشكل غير مباشر؟ مش الاعمار ده هيكون من مواردنا ومجهودنا؟ السنين اللي هنشتغل فيها هم يكونوا شغالين في تطوير اسلحه جديده يدمروا بيها كل اللي بتعمره من جديد. على فكره ده مش افتراض، ده واقع بقاله اكتر من 75 سنه بيحصل. لو انتهت حرب غزه للابد وفضلت اسرائيل برضو في المنطقه، افتكروا هتعمل ايه في وقت فراغ؟ وبالاداء ده ممكن بعد 20 سنه ما نستغربش لو لقينا اسرائيل بتشن هجوم بمشاركه الدول العربيه مره تانية. لو مش عايزين ده يحصل، لازم قبل ما نعمر المباني ونفكر في الشكل المادي للمستقبل نرجع للماضي نفتكر كده ازاي كنا بنفكر في الاحتلال الاسرائيلي من 20 سنه. كانت اول ما تيجي سيرته حاجه واحده بس اللي تيجي في عقولنا ومشاعرنا، اشمئزاز القرف الجريمه والاحتلال والارهاب، شعور بالكراهيه تجاه كيان عنصري ومغتصب. دلوقتي لما بتيجي سيره اسرائيل عادي تلاقي عرب في الاعلام بيتناقشوا
من فضلك قل لي ما هي إيجابيات وسلبيات التطبيع؟ قل لي ما هو رأيك في وجود الصهاينة في كثير من مدننا العربية؟ قاعدين هم في ترابيزة جنبك في نفس المطعم، أو قلعين هدومهم وقاعدين جنبك على الشط، شايفين وصلنا لفين؟ اللي ممكن نواجه بيه إسرائيل على الأقل كشعوب إن احنا نرجع للحقيقة اللي كنا عارفينها زمان عن إسرائيل، واللي إسرائيل أكدتها في حربها الأخيرة بأخلاقها، المشاعر والمواقف اللي كنا عايزين نمشي بيها تجاه الكيان المحتل. لو فاكر موقف يعني الشعوب العربية مش هيغير حاجة في المعادلة طول ما هو مش موقف حقيقي بيتطبق على أرض الواقع، حب أقول لك إن حتى نتنياهو هنا بيختلف معايا، عشان هو نفسه اللي صرح في سنة 2017 إن الحاجز اللي مانع التطبيع مع البلدان العربية طبعاً مش الحكومات ولا الحكام، الشعوب العربية والرأي العام العربي. هو هتفتكر إن اللي هيقف وش إسرائيل في يوم من الأيام حد غيرك أنت، أنت الشعب العربي. إحنا عايشين في غابة في العالم ده، وأنت كشعب عربي اللي بتحدد دورك، هل تختار تبقى أسد بتدافع عن شرفك، ولا هنطبع مع إسرائيل ونلعب دور الضباع، ولا هنعمل معهم تنسيق أمني ونبيع أسرارنا وإخواتنا زي التعابين والحرباية، ولا إحنا ملناش دور أصلاً لا سلبي ولا إيجابي، وزينا كده زي زبد البحر نفضل نعوم مع الموج ونعمل رغاوي لحد ما نفرع. معلش كانوا كلمتين كده محشورين جوايا حبيت أقولهم، يا رب تكونوا فهمتوا قصدي كويس من الفقرة دي. استنونا هنرجع تاني لشوشو. اهلا بيكم مره تانيه. الحمد لله يا جماعه اخيرا مش هاجي اقول لكم الدولار بيزيد ومشاكل مصر والاسعار والكلام ده كله، لا انا النهارده جاي لكم اخيرا بخبر حلو. الدولار في مصر بعد ما كان في البنك ب 30 جنيه نزلناه وفرحنا جدا لما وصل 55. والله وعملوها الرجاله ورفعوا راس مصر بلدنا. طبعا واحد فصيل يقول لي ايه ده ازاي نزل 25 جنيه في يومين؟ اقتصاديا ده مش منطقي. وفيه يا عم ما الزمالك عمال ينزل اكتر من كده ومحدش بيتكلم يعني. والله وعملوها الرجاله ورفعوا راس مصر كم؟ ما انت اللي غلطان برضو يا مواطن، بدل ما تجري تحط فلوسك في الدولار كنت حولتهم في الاسمر، كان زمانه هو اللي بيطحن مكانك دلوقتي. بعدين مش لازم تتبل الحاجه يعني، هو في حاجه تتبل دلوقتي؟ ده اللحمه ب 500 جنيه. والله وعملوها الرجاله. ثانيه معلش، ايه ده؟ معقوله الدولار يوصل ل 50 جنيه والاعلام المصري لسه بيتبل لحد دلوقتي؟ وحش 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 يا جدعان. وسمعك يا اللي بتقول لي اعمل ايه بنزول الدولار وصدور الفراخ وصلت ل 220 جنيه. مش جايز الصدور ديت بتلبس من فيكتوريا سيكريت؟ والله وعملوها الرجاله ورفعوا راس مصر بلدنا ووقفوا وقفه رجاله. يا عتناكة يا مواطن، يا عتناكة، هتقول لي وانا بتغدى دولار عايز اسعار المنتجات هي اللي تنزل؟ يا جماعه احمدوا ربنا وخلاص، اذا كان الحكومه مش عارفه ليه الدولار طلع ل 70 هتعرف ليه الدولار نزل 50؟ بسم النبي حرسه وصينه، محدش بقى يبص له هنحسده يبقى ب 60، ده احنا ملصمينه بالعافيه. هو شكله المواطن رخم يا جماعه ومش هيبطل اسئله. بصراحه انا مش عارف سبب نزول الدولار، بس اكيد الاعلام عارف. جايز في استثمارات دخلت البلد، جايز في قطاع صناعي جديد، جايز حد اقترح حل عبقري خلى المستثمرين يجوا مصر تاني. الحكومه بتعمل ايه للقطاع الخاص بصراحه؟ شوف دوله تبدا بقى نتخرج من قطاعات ملهاش لزوم وتبدا تسيب القطاع الخاص. ما تزحمش. نعم بالظبط طبعا. فده هرب ناس كتير قوي. هرب. والمستثمر الاجنبي اللي هو عنده التكنولوجي والنو هاو والاستثمارات الضخمه بيهرب من دي. بيهرب. كان ولا مازال؟ مازال. ايوه لا مازال. طب ما هو العمل عشان ما يهربش مني. العمل بقى انا هقولك اتفضل. احنا نفكر دلوقتي نعمل مؤتمر اقتصادي عالمي ضخم. لا حلوه الفكره دي، حلوه وجديده ومحدش عملها. طب ايه رايك نعملها في شرم الشيخ ونعملها بتكلفه 15 مليار جنيه ونجيب غدا والي تعمل لنا التصميم بتاعه؟ يا جدع انت كنت فين من زمان؟ بقالنا 10 سنين متبهدلين من غيرك وانت مخبي عننا الحل الجديد قوي ده. والله لا تتحاسب على منع علمك عن اهل الارض. لا راجل شواف بحقي وحقيقي فعلا ابو العينين. فينك يا عم من سنه 2015؟ ايه كنت فين؟ كنت في شرم الشيخ؟ ليه بتعمل ايه؟ لا ثواني ارجع للتاريخ كده في الفتره دي اشوف كان في ايه. في 2015 عملنا مؤتمرين، واحد دعم وتنميه الاقتصاد ومؤتمر مصر المستقبل، والاثنين ايه ده كانوا في شرم الشيخ وبيقولوا دخلنا بتاع 60 مليار على كلام نشأة الديه. في 2016 بقى عملنا منتدى الاستثمار الافريقي، وتخيلوا ده كان فين؟
في شرم الشيخ برضه، ودخلنا بتاع 100 مليار على كلام احمد موسى. في 2018 بقى عملنا مؤتمر مصر للتعاون الدولي كان في شرم الشيخ، دخلنا بتاع 500 مليار على كلام عمرو اديب. في 2019 بقى عملنا مؤتمر مصر للتعاون الدولي، لكن المره دي كان فين بقى؟ في شرم الشيخ، ودخلنا بتاع 340 جنيه على حسب كلام ايسر. ايسر 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 يا ايسر، في مليارات دلوقتي يا ايسر، موضوع كبير. يلا يا حاج، يلا يا حاج، الله يخليك، يلا على الفرشه بتاعتك، يلا يلا حبيبي. في 2022 عملنا مؤتمر دعم وتنميه الاقتصاد المصري، وخرجنا خالص بره الصندوق بقى، المره دي عملناه في شرم الشيخ. بس 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 انا عرفت الاقتصاد بتاعنا ما بتصلحش ليه، تقريبا المشكله في شرم الشيخ. يا جدعان ده فرح الليمبي لم فلوس اكتر من كده وحل ازمه احسن مننا. تخيل تخيل كده لو كل مؤتمر من دول كان بداله مثلا مصنع عربيات، مصنع الكترونيات، مصنع درونز وصناعات حربيه، ما كناش احتاجنا مؤتمر خامس. والله اقول لكم حاجه، ده الوحيد اللي استفاد من المؤتمرات ديت كان فريق جوشو وبتاع الفراشه. احنا بقينا يا جماعه كل ما نبقى خرمانين نروح نعمل مؤتمر. وبعدين انا مستني برضو حل من مين؟ صاحب قناه صدى البلد قاعد مع احمد موسى، طبيعي اسمع افكار مع عباره عن الوضع اللي احنا فيه. انت عارف لو كنت قلت ناخد قروض كنت ممكن اعتبره حل جديد لانج. استلف تاني. تصدق انا كل مره بسمعه بحسه فعلا حل جديد لانج. ربنا يستر بس ما نروحش ان احنا نعمل مؤتمر اقتصادي وانت تسيبنا يا استاذ محمد ابو العينين وتروح فرنسا تظبط الاوضاع الاقتصاديه هناك. ايه ده في ايه؟ مين ده؟ يا ساتر يا رب. انت ليه لابس الشورت اللي عندكم؟ ايه عندكم تعاون جديد هناك في فرنسا ولا ايه؟ طب ما هو العمل عشان ما يهربش مني. هقول لك انا، بص اربطه من رجليه اللي قدام ولما تيجي تنزله من النص نقل ما تشدوش من ديله عشان ما يرفص. في ايه يا احمد؟ هو جاي يستثمر ولا هنضحي بيه في العيد؟ بعدين انت اي حل عندك لازم يكون عليه في كده؟ الاستثمارات ايه يا جماعه اللي بتتكلموا فيها والشركات العالميه بتقفل في مصر؟ الله انا كده يا جماعه اتوغوشت. انا في البدايه كنت جاي اعرف ايه هو اللي نزل سعر الدولار، لو مش الاستثمارات اللي نزلته يبقى اكيد في حاجه تانية حصلت هي السبب في نزوله من 30 في البنك ل 50 في السوق السوداء. الناس كلها بتسال هو ايه موضوع راس الحكمه؟ مشروع راس الحكمه، قصه راس الحكمه، قصه كبيره قوي 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 فوق خيالكم، حدوته، صفقه كبرى، كيانات عالميه، كونسورتيوم من الشركات، في امازون وفي ديزني وجوجل وفي مش عارف ايه، كوكتيل شركات، وقفوا طابور كده عشان يجوا يشاركوك في الحته دي. راس الحكمه ده يدخل للبلد ارقام دولاريه ضخمه جدا، فلوس عبيابة كاش. ممكن نسمع بقى بالدولار حاجة لو سمحت هنا؟ مبلغ ضخم حوالي 22 مليار دولار كاش. طب هيدفعوا نص الرقم ده؟ هيدفعوا ربع الرقم ده؟ المشروع نجح؟ نجح، ولسه ما حطناش ولا طوبة. وتيت وتيت وتيت، مشروع راس الحكمة نجح قبل أن يبدأ، دي المفاجأة. الناس اللي هتبدأ تقولك الحقوا ده هيبيعوا راس الحكمة، أنتوا بيع يا عواد ومش بيع يا عواد، الحقوا البلد هتبيع البلد البلد سعر هايل، بيع يا عم. بيع إيه وشراء إيه؟ اللي عايز يبيع يبيع في سينا. طب الصحراء لما تبيعها وتدخل فلوس تدخل خير كتير، من راس الحكمة كده صحراء. أنا آسف يا جدعان ما أقدرش أتكلم، بيع بقولك صحراء. شايف يا محمد يا ابو العينين الافكار الكرييتيف؟ فكرك احنا ليه سايبين مصر كلها وعايشين على خط النيل؟ عشان كل ما نتزنق نبيع من الصحراء اللي احنا مش عايزينها. صحراء. يلا يا مستثمر شيل. صدقني اطعم حاجه في صينيه البسبوسه الحروف، شيل يا باشا. يا شعب مصر صدقني خليهم يبيعوا، ده احنا مش خايفين غير من الصحراء، دايما بنعمل فيها اكبر مسجد واطول برج واضخم ديون. عشي حكومه. عمالين يبيعوا في راس الحكمه وسط البلد ومش عاملين حساب للشعب اللي هيتاخد في الرجلين. طبعا احنا كنا هنبيع الحته اللي في بالكم ديت، بس الاستاذ نشأة الدين يعني حاطط عينه عليه، هو دايما بيحب الحاجات دي. يا يوسف عيب. انا اسف، لسه نشأة هنبيع راس غالب وراس محمد مع راس الحكمه، اصل هي راس واحده بس اللي بتوزن البلد. بعدين اللي هيجنني ان الدول بتبيع شارع فندق مصنع، لكن احنا الدوله بتبيع بالراس كده على طول. اصل لو في كل ازمه اقتصاديه هندور على البيع، طب ما نسلمها للشاذلي بقى وخلاص واوفى. يا جماعه انا مش سمسار، بس وقعت قدامي حته ارض ببيع المتر فيها ب 200 دولار. بكام؟ ب 200 دولار. ايوه ما تستغربش، مساحه راس الحكمه حوالي 200 كيلو متر مربع وهتتباع ب 22 مليار دولار، يعني المتر بحوالي 110 دولار، يعني بسعر البنك 3300 جنيه. استنى يا شاذلي، وسع شاذلي. لا ده انا بيع البيت وشقتي في البرج وراح استثمر معاهم قبل ما الشركات تدخل وتزاحمني. كوكتيل شركات. احنا خلاص عشان عايزين سيوله يبقى اي فخفخينه والسلام. حتى اسم راس الحكمه كده تحسه في منيو فرغالي، اللي هو زي رقعه الاسد ولبن العصفور وراس الحكمه. هو احنا لو عندنا حكمه يا جماعه
كنا اضطرينا نبيعها؟ ازاي نبيع راس الحكمه واحنا ناقصين غباء؟ طب اقول لكم ايه، ما تبيعوا راس الشيطان بالمره. وحش 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 خلاص يا جماعه. بس طالما الموضوع بسيط كده، احنا عندنا حاجات تانية كتير في مصر ممكن تتباع. نبيع معبد ابو سمبل، نبيعه يعني ونعمل بداله حاجه سمبل كده، بيع مربوحه ان شاء الله. بس ثانيه واحده، ده احنا المفروض نسدد 42 مليار دولار قروض في 2024 غير الفوائد بتاعتها، وديون مصر وصلت اكتر من 170 مليار دولار. سعر راس الحكمه هيعرف يسدد كل ده؟ هيدفعوا نص الرقم ده. حلو رضا، بص والله لو عايز اكتر من البوس احنا مستعدين برضه. ها مين زي مين يزود يا جدعان؟ هيدفعوا ربع الرقم ده. طب بص هاتوا 2 مليار ونديكوا راس الحكمه. طب هاتوا مليار ونديكوا الراس بس. خلي الاعلام بيتكلم وكل ده مجرد كلام بيتقال، محدش عارف اصلا لسه اي حاجه في المشروع ده. بس اكيد بيتكلموا بقلب كده، يبقى البيع ده ان شاء الله هيحل مشكله مصر الاقتصاديه. لو كده نوافق وامرنا لله، ده وامر ولازم نبلعه. خلاص يا جماعه، خلاص يا شعب مصر، نستحمل الكام شهر دول ان شاء الله راس الحكمه خلاص هتتباع وتدخل فلوس خزنه الدوله. ونحس بالإنجاز وكل الأسعار إن شاء الله هترجع تاني زي الأول. لما أتكلم على رأس الحكمة، رأس الحكمة دي مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 2052 يعني مش 2030، لا لغاية 2052 2052 ده مستقبل مصر. ما هو ده جزء من التنمية بتاع الساحل الشمالي، لأن أنت حضرتك في 2050 وعليكم خير عدد سكان مصر يتراوح ما بين 160 ل 165 مليون. هيسكنوا فين؟ الغلابه اللي مش لاقيين شقق في المطريه وامبابه، شاليهات الساحل الشمالي موجوده اهي. الف مبروك. انت بتقول يا احمد؟ ده الناس بتخاف تعدي من بوابه الساحل الشمالي ليعطشوا فيضطروا يشتروا ميه من 100 جنيه، عايزهم يمتلكوا عقارات في الساحل؟ يا جدعان بس مبروك يا حفيد حفيد حفيدي، هتسكن في راس الحكمه. عارف لما تعوز تزور جدك هتلاقيه فين؟ هتلاقيه مع حفيد حفيد نشأة الديه في اخر البلد، هم دايما بيحبوا يمسكوا في الحتت اللي يا يوسف عيب. انا اسف يا نشأة، اصل انا مش فاهم يعني هي الحكومه بقت خلاص مدمنه مباني وشقق وكباري ولا ايه؟ انا خايف اخش على وزير الاسكان في مره الاقيه بيشد سطر اسمنت ولا حاجه. بس يلا الحمد لله حلينا ازمه السكن في 2050، فاضل بس ازمه السمنه والبيض في 2024 وازمه الكمون بالمره. لا انا مش بضحك على اللي مصدق ان الحكومه هتحل ازمات المستقبل، انا بضحك على اللي مصدق ان في مستقبل. يا جماعه احنا لو فضلنا بالريتم ده لحد 2052 مش بعيد نلاقي كيلو البنيه بيدخل راس في راس حته اثار. بعدين انتوا متاكدين ان ده مشروع للشباب؟ يعني مش بنبيع عشان نسد ديون وافلاس يعني؟ مسداد ديون يعني؟ مسداد ديون؟ لا بجد شكرا ان انتوا بتوفروا سكن للشباب. اصل كل اصول الدوله يعني بنبيعها عشان الدولار ها؟ لا مش عشان الدولار، بتبقى عشان خاطر الشعب. بعنا شركه باكين، شركه اثيتكو، شركه ايلاب، شركه الفنادق القابضه، شركه الحفر المصريه. ثواني عشان عيني دي وجعتني، هنقل على العين الثانيه. 10% من الشركة المصرية للاتصالات، محطة جبل الزيت لإنتاج طاقة الرياح، 21 محطة تحلية مية، ده غير 32 شركة مصرية تانية. لا بجد شكرا يا إعلام إن أنتوا فهمتونا، فعلا خد الحكمة من أفواه المحطين. شكرا يا أحمد يا موسى بجد. هيسكنوا فين؟ إيه ده يعني بعد كل ده طلع المشروع شقق إسكان؟ بعد النجاح الساحق للعاصمة وشوائها قرروا يعيدوا التجربة. هايل بجد. ما عرفش ليه مش عليها إقبال مع إن أسعارها في متناول الشاب الحرامي. أوكي خلاص يا جماعة، هانت يا جماعة، كلها 28 سنة كمان وإن شاء الله مشاكل مصر هتتحل. 2052 يعني أنت لو عندك 30 سنة شبابك ضاع يا باشا. 2052 شايفين يعني الحكومة بتضغط نفسها كده؟ دول نفسكم شوية براح لحد مثلا 2080 وإحنا موجودين ما ورناش حاجة. أقول لكم إيه، سيبكم بقى من كل اللي أنا قلته ده وتعالى أكلمكم في ترند جديد حصل. في وسط الأزمة الاقتصادية اللي مصر بتمر بيها طلع واحد اقتصادي فاهم سياسي محنك من خيرة شباب البلد، عمل دراسة جدوى كده ورمى مقترح اقتصادي هيكون إن شاء الله مصدر دخل دولاري كبير لمصر. في اقتراح من السيد رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمام الله يكرمه، بيطالب من محمد صلاح إنه يتبرب 20% من دخله الله يكرمه، يحول 20% من دخله لمصر. شكله معيش خليل، قال لك محمد صلاح بياخد قد كده، وان محمد صلاح راجل بياخد حاجه و20 مليون استرليني، ده كده فرد يا اخوانا ما ينفعش. تصريحات حضرتك مؤذيه نفسيا للناس يا فندم. انت بترعب الناس ليه وبتلوي دراعهم ليه؟ لا ده راجل مغترب عنده قرشين،
هو طالع عينه فيهم. لو كنت حضرتك وصلت لرئاسة الجمهورية كنت هتاخد قرار زي ده؟ طبعا طبعا. الله يكرمه. ما تعطلناش يا بلدينا شيخ للجيبة. جيبي مخروط. حل رائع يا يمامة بصراحة. أنا طول عمري بقول إن اليمام بشرة خير. أمال أنا اديتك صوتي ليه في الانتخابات؟ عشان عارف أنت الوحيد اللي هتريشنا. هي المشكلة بس إن لما صلاح هيعتزل الاقتصاد المصري هيضطر يعتزل معاه. أنا بس متخيل اللي راح يجيب 20% من صلاح من ليفربول رجع ب 20 جنيه، ليه يا عم 20 جنيه؟ لك ما لقيتش إلا ده. واحد بيسأل طب هو ليه عبد السند يمامة أول واحد فكر فيه كان صلاح؟ أقول عشان صلاح بيلعب جناح. إيه يا عم صلاح؟ يعني يا ما يمامة هو اتبرع بنسبة التصويت بتاعته في الانتخابات لمصر، هتيجي عليك يعني؟ استحمل بقى. معلش أصل الحكومة ما بتفرقش، بالنسبة لها كل الدولارات مقدسة. ورايا يا جماعة ندفعوا 7 مليون دولار اللي كنا ناخدهم في أفريقيا. أو هيجي يعني المنتخب يتعالج على قفانا ولا إيه؟ أو على الأقل يعزمنا على العشاء بعد كل ماتش في الليفر. إنما دي مش أخلاق نجريك خالص يا صلاح. بقول لك يا صلاح. هجن إيه؟ لا لا يا جماعة بقول لكم إيه؟ إحنا نستناه ونعمل له كارت على كوبري ليفربول. آه ما إحنا هنجيب منه فلوس يعني هنجيب منه فلوس. إديله يا ماما. جد أنا ندمان إن أنت ما كسبتش انتخابات الرئاسة. كنا هنلاقي حلول لكل مشاكل البلد. طبعًا. طبعًا. إيه؟ قلت له عملة صعبة؟ ناخد من صلاح 20% من مرتبه. مشكلة عمرة محلية ناخد من نني. مشكلة في الريرة اللبنانية لا دي ناخد من أبو جبل. عامل فيها مش شايف. أنا متأكد إن أبو جبل عمره إن شاء الله ما يتأخر عننا. راجل جدع ملوش في الشمال حرفيا. لا بس بصراحة أول مرة أشوف الإعلام المصري بيقول لمصدر دولارات. لا مبسوط من الإعلام جدا وبيدافع عن حق المواطن المصري حتى اللي في الخارج وبيعامل اللي في الخارج زي اللي في الداخل بالظبط. برافو برافو إن هو تصدى لأي حد عايز يحط إيده في جيب المواطن. اي مواطن مصري شقيان في الخارج لازم نتصدى لاي حد بيحاول يحط ايده في جيبه. وانا خلال العشر سنين اللي فاتوا شفت بنفسي ازاي الاعلام كان ضد ده. اللي بيشيل المجتمعات وقت الازمات هو المواطن البسيط. اقسم بالله المصريين في بيوتهم مليارات الدولارات. اوعى تفتكر انها بتاعتك، ربنا بيديها لك عشان يديها لحد تاني. البيوت المصريه فيها ذهب وفيها دولارات يفكوا ازمه 3 دول. عايز المواطن يدفع يدفع. ادفعوا الضرائب واحتسبوها جهات في سبيل الله. وتحط شويه فلوس بناخد من الناس، ايه المشكله؟ بعدين نجيب فلوس من اخرين من السايس ومن تحت الجراج وتحت العماره والسوبر ماركت وبنلم. احنا بنجري ورا كل مليم من المواطن المصري. ان شاء الله 5 جنيه المواطن يدفع ال 5 جنيه. المصريين يجب ان يتكاتفوا ويمولوا حالات طوارئ، يمولوا التعليم. ما يدفع 27.5 ما يدفع، ما فيش اي مشكله. ويمولوا رعايه الموهوبين ويمولوا البديل للعشوائيات. زود ما يدفع مش مشكله، احنا عايزين فلوس زياده. المصريين بالخارج هيكون ليهم دور كبير جدا في هذا الموضوع. كل المصريين اللي في الخارج كل واحد فيهم لو اتبرع بدولار يدفع يورو او دولار. 50 دولار ب 100 دولار كل واحد يتبرع ب 200 دولار. حد هيقول لي طب احنا ذنبنا ايه؟ وبلدك لما تقع يا حلو يعني ايه فايده الكلام ده؟ زي ما بتاخد من البلد دي بتدي وبزياده. من ناحيه ان البلد ادتني ده هي ما بتعملش حاجه غير انها بتديني. ده المواطن المصري من كتر ما بياخد عامل زي العريس واستصحابه فيهم فرح. يا حكومة ليه بتدوروا في جيوب الشعب؟ المفروض يحصل العكس، تخففوا عن الشعب وسط الغلاء والفواتير والضرائب. واحتسبوها جهاد في سبيل الله. نعم إن أول ما ستسأل عنه قبل الموت سجلك الضريبي. ويا بخت من كان شهيد ال 12% ضرائب. تعرف لو مت في سبيل الضرائب مين هيغسلك؟ محمد معيط. حتى الكفن اللي هيغسلك بيه هستلف تاني. طب اوكي يا شيخ لودة انا سمعت كلامك ودفعت الضرايب، ايه هاخد بقى تعليم وصحه وكده؟ طيب احتسبوها جهاد في سبيل الله. كمان ده ما عندوش مانع يفصل دين جديد، بس المهم يطلع اي فلوس من المواطن. واحد يقول لي طب ما دي فلوس الناس. ايوه بس الدوله من حقها تحوش وتحافظ على قيمه فلوسها. ربنا بيديها لك عشان يديها لحد تاني. ايوه فلوسك دي انت تحوشها بمزاجك بس تصرفها على مزاجنا احنا. وبعدين لما المواطن يعمل كل ده امال الدوله دورها ايه بقى؟ بس بتحصل ضرايب حالات طوارئ. في واحده بتولد معانا هنا يا جماعه، ادكم معانا في المايه السخنه شخلل مش لاقيين نجيب لها بامبرز بسرعه. مواطن مصري ايه ده؟ احنا خدنا 100 مليار دولار من الدول العربيه مساعدات ما سددتش معانا. الجنيه بتاع المواطن هو اللي يسندها؟ ده المستثمر الكويتي اللي عملته فوق ال100 جنيه طلع من مصر. المصري غلبان هو اللي هيدفع. طب خلينا معاك يا باس، انت عايزنا ندعم تعليم وموهوبين ودوله عشان يطلع في الاخر نموذج ناجح يهرب بره البلد وفي الاخر المصريين يقعدوا يسمعوك انت؟ فين بتوع راس الحكمة ياخدوا راس الباز فوق البيعة؟ بعدين تعالى إعلام،
التفرقه دي ما بين الدفاع عن صلاح والمواطن. انتوا صدقتوا ان صلاح انجليزي بجد ولا ايه؟ لا اشمعنى يعني المواطن مش بيطبله زي صلاح؟ فين الطبقه والحلاوه؟ فين النفسيه يا عزه؟ ده دلوقتي المواطن المصري الوحيد اللي مأمن على فلوسه هو شبيه صلاح. بجد نفسي اعرف ايه اللي بيميز الحكومه المصريه عن السايس اللي في شارعنا. السايس لما بيعوز مصدر دخل بينزل يقلب العربيات في 20 جنيه. لو اتزنق هيبيع دهب مراته او هيكلم زمايله ويعملوا مؤتمر اقتصادي على القهوه، يجمع اصحابه يقول لهم انا عندي فكره مشروع جامده قوي، بس هو ماشي يقول لهم معلش حاسبوا لي على الشاي عشان مش معايا فكه. بجد نفسي اعرف ايه الفكر الاقتصادي اللي اساسه تم اختيار الحكومه لاداره مصر، غير انها كل ما بتتزنق تعامل المواطن المصري كده بالظبط. اشفط يابا. استنونا. اهلا بكم مره ثانيه. من فتره طويله واحنا فاكرين السلطه الفلسطينيه حاجه كده ملهاش دور، مجرد استعراض سياسي واعلامي ملوش قيمه على ارض الواقع. حاجه كده زي ما بيتقال ايه عنها؟ ان حضر لا يعد وان غاب لا يفتقد. بس الاحداث الاخيره اكتشفنا ان اسرائيل بتعد العده والعدد عشان تنهي وجود السلطه الفلسطينيه. ايه؟ للدرجه دي؟ بس احنا متعودين اسرائيل بتعد الفلوس ليهم. ايه اللي حصل المره دي؟ لا لا لا، واضح ان سلطه الراجل اللي هو اسمه ايه يا جدعان؟ اللهم صل على النبي. كان اسمه نسيته بس عشان مش موجود على الساحه خالص دلوقتي. لا مش ده، هما الاثنين مقاطعه بس مش ده. لا اي استاذ محمود عباس ابو مازن رئيس السلطه الفلسطينيه، صباح الخير يا فندم. موجود ولا محتاج تاخد المورنج كافي بتاعك؟ قول لي عملت ايه الفتره الاخيره؟ اوجعت بيه الاحتلال بالشكل ده؟ ليه اسرائيل بتستشعر الخطر من وجودكم يا ابو مازن؟ شكلكم كده لعبتوا لعبه سياسيه جديده. عملت تحالفات مع دول عظمى، هتنوا بقى وجود اسرائيل. بتقاوموا طيب؟ ناويين على ايه لدرجه ان اسرائيل عايزه تحاربكم وتنهي وجودكم؟ انا كل اللي اعرفه عنكم ان انتوا يعني مش فاكر قوي دلوقتي، لان تعرف الاحداث على الساحه كتير ويعني ما بشوفكوش يعني كتير فنسيت معلش. بس انتوا عاملين الوضع الصامت اللي انتوا شغالين عليه في الحرب الاخيره مخلي الناس كلها تنساكم. طب يا ريت حد من حركه فتح كده من السلطه يعني يطلع ويفهمنا، هل فعلا السلطه ديت مشكله خطر ولا زي ما احنا كده فاهمين وجودهم ملوش اثر؟ دكتور جمال نزال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركه فتح. ابدا طبعا بتصريح بنيامين نتنياهو عندما قال ان غزه لن تكون فتحستان، يقصد انها يعني لن يكون هناك وجود لفتحه والسلطه الفلسطينيه بعد انتهاء هذه الحرب. ما ردكم على هذا الكلام؟ السلطه الوطنيه تجسد هذه البذره السريه التي نحن مستعدون لاي شيء من اجل المحافظه عليها كمنصه انطلاق الى تاسيس الدوله الفلسطينيه. واحنا لو ان حضرتك زرت فلسطين هتشوف مؤسسات الدوله الفلسطينيه قائمه غير منقوصه، منقوص فقط عنصر السياده على الارض والاستقلال. بس حضرتك يا ناقصه السياده والاستقلال؟ لا بسيطه يا صاحبي. لا السياده في بيتها ما تقلقش، ما تقلقش عليها خالص. اصل السياده والاستقلال دي حاجات زي النيش في عفش العروسه، ملوش لازمه يعني. يوم السياده والاستقلال اصلا. خلينا يا جماعه نبص لنص الكوبايه الفاضي. ندخل كده على السلطه الفلسطينيه، تلاقي عندهم مكاتب وترابيزات وتلفزيونات شغاله وفايلات مواطنين، ماكينه قهوه وسكرتيره وقعده عربي وشيشه ومفاجات كتير، كل حاجه جاهزه، المنقوص بس ايه؟ عنصر السياده. حضرتك لو كنت قلت ناقصنا حدود كان هيبقى ارحم. هو انت بتتكلم عن سلطه بجد ولا عن مشروع في رياده الاعمال؟ يعني انت بعد ما تواجه الشعب الفلسطيني بالكلام ده عايزه فعلا يثق فيك؟ ده احنا خايف نحكمك على اراضي من المزرعه السعيده. لو ان حضرتك زرت فلسطين. لا احنا عايزين حضرتك اللي تنزل تزور فلسطين، على الاقل تزرع البذره السريه بتاعتك. بس مشكله البذره ان هي هتطلع ورده من غير ورق ولا ريحه، حاجه كده زي الدوله اللي من غير سياده ولا استقلال. بعدين بذره سريه ايه؟ زرعين صبار. يا سياده المتحدث الاعلامي لحركه فتح، انصحك بعد تصريحك ده تبقى المتحدث الاعلامي لحركه عدم فتح البق. طب هو ايه فائده المؤسسات بجد لو الختم بتاعها مش واجب النفاذ؟ ايه الخدمه اللي يقدمها مسؤول معهوش سلطه لشعب محتل؟ اليوم انت عندك وزاره، ولكن في الطريق من الوزير علشان يطلع من محل لمحل الحواجز الان تقطع اوصال الضفه الغربيه. شو استفدت انه عندي وزاره مبنيه بهالحجر؟ لا خلينا نقول حجر قضاطي يا سيدي، وجندي على حاجز بيوقف موكب الوزير. انا اليوم طلع صاحبي من جنين قعد 6 ساعات حتى وصل رام الله، بالاخر وصل. في الانتفاضه الثانيه كان راح يرجع. هل تعرف كيف وصل؟ لانه شبكة الطرق اللي أنشأتها السلطة الوطنية سمحت له بأن يصل. في 6 ساعات؟ هو كان راكب استيعاب السلطة الفلسطينية ولا إيه؟
البطء ده ايه ده وصل يا ما شاء الله ما شاء الله. لا الحمد لله يا جماعه ان في سلطه فلسطينيه. اللي كان زمان صاحبك قاعد على الطريق يمكن 7 ساعات. لا فعلا اعجاز. ويا ريت ما حدش يقلل من اللي قاله الاستاذ ده يا جماعه. ما دي مقاومه برضو. مش دي انفاق ودي انفاق برضو. لا سيبك من الخنادق. بقول لك هيعملوا للدبابه الاسرائيليه حته دي مطب صناعي هينزل سرعتها ل 30 كيلو في الساعه. حابب اقول لحضرتك بس يا استاذ جمال انت لو فتحت جوجل هتشوف المسافه ما بين جنين ورام الله هتلاقي 90 كيلو. يعني لو بتوصلها في 6 ساعات يبقى في حاجز امني كل دقيقتين. ده كان العربيه ماشيه على الاول طول الطريق. بالاخر وصل يا فندم. لو جالك المانيا هياخد 5 ساعات. وبعدين بصراحه طبيعي يجي متاخر. اصله لو ما فيش حواجز كان هيجي بدري. بعدين انا عايز اقول لك حاجه. هو وصل لانه بيتحرك جوه الضفه. جرب كده خليه يعمل اللوكيشن لرفحه وحتى القدس الابلكيشن هيهنج. يلا سيبك انت. انا بس يعني كنت عايز افتح موضوع حضرتك يعني في موضوع كده. هات كده الكتاب اللي وراك ده. بص العنوان معركة الكرامة. عاملة كونتراست هايل قوي مع حركة الصباع بتاعك. انت كان ناقص تقول احنا ما بنقولش عايزين اسفلت لا سمح الله. اتعايرنا بما يؤخرنا يا ابن ال. انا دلوقتي عرفت ليه السلطة الفلسطينية مش قادرة تفرض السيادة والاستقلال. عشان هي رايحة المباني الحكومية عشان تمارس عملها اتزنقت على اسفلت في الزحمة. وانت كده ابتديت تخلط المونة بالسياسة يا استاذ جمال. حاول تفصل ما بينهم ويا ريت تقول لنا هي السلطه الفلسطينيه بتتحرك ازاي. اصل بكلام حضرتك يا استاذ جمال اتفاقيه اوسلو اصبحت حبره على ورق. ليه متمسكين بيها لغايه دلوقتي رغم كل اللي بيتعرض له الشعب الفلسطيني الفتره الاخيره من اباده جماعيه؟ اليوم الشعب الفلسطيني يمر باخطر فتره في تاريخ القضيه الفلسطينيه. اباده في غزه، اباده بطيئه في الضفه الغربيه، والكثير من قيادات حركه فتح ما زالوا متمسكين باوسلو. واوسلو اللي قال نتنياهو، قال امات اوسلو ولن اسمح بشبيه باوسلو ولن اسمح بدوله فلسطينيه. فعلى اي اساس حركه فتح ما زال ينادي بالحفاظ على اوسلو ونهج اوسلو؟ هذا السؤال لو معي مليون دولار بعطيك اياهم عليه. انت قلت انه يقول انا بديش اوسلو. ومن هذا المنطلق يستغرب اخي محمد ابن مدينتي ان فتح تتمسك به. فتح تتمسك به لان نتنياهو بدوش اياه. تعرف لو نتنياهو بده اياه سنرفضه. احنا جايين نعادل نتنياهو. لا موضوع القضيه الفلسطينيه ده حاجه كده جانبيه. عارف لو نتنياهو قال بكره هخرج من فلسطين هنطالب بالقوه. ده انت لو سالتنا اقول لك احنا مش عايزين اصله اصلا. الاتفاقيه دي خسرتنا الارض وخسرتنا الشعب ولحد دلوقتي بيعاني بسببها. بس برضه هنعترف بيها من عند نتنياهو. انا مش جاي اخرج نتنياهو من بلدي، انا جاي اخرجه عن شعوره. بص انا هقف كل يوم تحت بيت نتنياهو بكاسيت كبير واشغل له عارفك يا لبنان. بص بص مش المستوطنات بتزيد بس اسمع نتنياهو. عامل لي حصار بقى على غزه ومنع الاكل والشرب وبتبيت في اهلنا. طب غاز عارفك يا لميننا بتغاز. مش هموتك بقذائف يا سيد، هموتك بالمهرجانات. سيد جمال ايه السياسه الجديده دي؟ يعني الشعب الفلسطيني بيتعرض لحرب اباده وانتوا لا في تهديد بمقاومه ولا هدد بمقاضاه قدام المحاكم الدوليه. بس هنقصكم. ده انت بتكيد الاعادي حرفيا. انت دارس سياسه في معهد خالتي فرنسا؟ على فكره كل تصريحاتك ديت بتضر القضيه اكتر ما بتفيدها. والموضوع مساله زمن بس عشان شعبيتكم تنتهي في فلسطين. بدنا نقرا مثلا استطلاعات للاراء من داخل فلسطين من مؤسسات فلسطينيه تتحدث عن انخفاض شعبيه السلطه مقابل ارتفاع شعبيه حماس. فلتذهب شعبيه فتح الى الجحيم. وانا شو بدي في الشعبيه؟ طز في الشعبيه، طز في الشعبيه مرتين. الدوله ليست بحاجه لشعبيه، الا ان ما تفعل اسرائيل ضد السلطه الوطنيه الفلسطينيه يعمل على تقويضها وليس فقط إضعافها. الوسائل التي تستخدمها إسرائيل في محاربة حماس تقوي حماس. الوسائل التي تستخدمها إسرائيل في محاربة السلطة الوطنية تضعف السلطة الوطنية الفلسطينية. اللهم صل على النبي. يعني كده لا معنا استقلال ولا معنا سيادة ولا شعبية، بس بعون الله معنا شنجن يودينا ألمانيا. كلامك صح صح. إسرائيل بتنسم جرائمها الحماس، بتشوه سمعتها دولية، بتخصف وتستهدف كل عناصرها وقيادتها، كل ده عشان عاوز تقويها. يا استاذ جمال حضرتك بتقول كلام يضحك ويحرق القلب في نفس الوقت. مش عارف اتغاظ منك ولا اشفق عليك ولا اطلب لك بيتزا تاكلها عشان تلاقي حاجه تشغل بيها بقك غير انه يتكلم. كلامك ده دليل على ان السلطه الفلسطينيه مش جايه بقرار او خيار شعبي ولا بدعم شعبي ولا جايه عشان تمثل الشعب الفلسطيني. السلطه دي مفروضه على الشعب زي اي موظف، ولما ينتهي دورهم هيمشوا بقرار فصل زيهم زي اي موظف. في عز القصف برضه شايفين نفسكم محور الكون، مع ان محدش سال عنكم، كله بيسال على التانيين.
تخيلوا ده المتحدث اسمه حركة هدفها تحرير فلسطين. قلنا طيب ناوي تحرر فلسطين من الاحتلال ولا من الفلسطينيين؟ أصل واضح إن مش مهم أصلا رأي الشعب الفلسطيني عندكم. طز في الشعبية. صح، أهم حاجة رأي السيناتور الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي. حتى لو انقسم الشعب جغرافيا وسياسيا وبقى في فلسطينيين محاصرين في معسكرين مش مهم يا جدعان، المهم إيه؟ طز في الشعبية مرتين. ده مفيش مهم أصلا. الشعبية للسلطة الفلسطينية عبارة عن أصوات في الكونجرس وأصوات في الكنيسة. شكلهم كده لو خدوا الاعتراف بدولة فلسطين عمرهم ما ياخدوا اعتراف الشعب بيهم. واضح ان قبل ما نحرر المعتقلين في السجون الاسرائيليه محتاجين نحرر السلطه الفلسطينيه من الفكر اللي افقدهم الشعبيه. لو بتشوفونا من خلال السوشيال ميديا تقدروا تشوفونا كل يوم خميس حصري على التلفزيون العربي في الاوقات والترددات اللي تحت لينك الفيديو ده. اهم حاجه اشتركوا في قناه جوشو على اليوتيوب وفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم جديدنا اول باول. تصبحوا على خير، اشوفكم الاسبوع الجاي في حلقه جديده من جوشو.